موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. كان من الزمرة التي آمنت من خارج مكة في أيام الدعوة الأولى بعد ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام أبي ذر الغفاري. فقد خرج أبو ذر رضي الله عنه من غفار إلى مكة، فأكرمه الله بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من حياه بتحية الإسلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم أسلم أخوه أنيس بعد ذلك، اللي هو أخبره بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وأسلمت أمها، أسلمت أمهما رضي الله عن الجميع. ثم عاد أبو ذر إلى قومه فأسلم نصفهم، سبحان الله، وأسلم النصف الآخر منهم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأسلمت بسبب يعني قبيلة غفار قبيلة أخرى مجاورة لها اسمها قبيلة أسلم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بعدما يعني ذهب إلى المدينة، جاءوا مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما في يعني قادمين، رأى القبيلتين قادمتين، قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، اللهم اجمعنا بهم مع نبيك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.